يا ريت تركز يا ريت. اهو شفتوا الحلقه دي؟ ايه رايك؟ بص بترقص ازاي؟ شفتها؟ احنا نتكلم على ايه؟ بص بترقص جميله. والله انا عاملاها مصر عشان الرقصه دي. مشكله عليه 15%. جزء ابن لذينه طويل جدا وعليه 15%، فحاول حضرتك تلم فيه على قد ما تقدر، لانه كمان مش بيجي صعب، بيجي من على الوش، فتحاول تلم على قد ما تقدر. طيب ميلي، احنا هنتكلم على ايه؟ على البالانس شيت. وفي البالانس شيت هندرس جواها كل ده المفروض مطلوب مننا، الريسيفابل والانفنتوري والانفستمنت والانتانجبل اسيتس والبلانت بروبرتي اللي هي الفيكسد والبيبل والايكويتي. وهنتكلم على الانكم ستيتمنت النهارده، وبعد كده مطلوب مننا مكوناتها، الريفينيو كوجنيشن وفقا للمعيار الجديد اي اف ار اس 16 والليز تمام والانكم تاكس. وهنتكلم كمان على الكومبريهنسيف ستيتمنت. طيب الهدف الاساسي بقى من الفاينانشال ستيتمنت ايه يا فندم؟ قاعده بروفايد انفورميشن، ادي انفورميشن لمين؟ ده المستخدم، ده اليوزر. لكن انا بدي انفورميشن لمين؟ للانفستور كرنت وبوتنشال، وكريديتور كرنت وبوتنشال. تمام؟ ودي اول حاجه بروفايد انفورميشن. ثاني حاجه بروفايد انفورميشن اباوت الريسورس والكليم اون ذم. الريسورس اللي هي موارد الشركه اللي هي اصولها اللي بتشتغل وتولد ايرادات او مبيعات، والكليمز اون ذم اللي هي اللايبيليتي بتاعتهم والتشينج اللي بيحصل فيها. عشان كده بتحط ميزانيتين جنب بعض عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي حصل في اصولك وخصومك. تمام. ثالث حاجه بروفايد انفورميشن عشان اقدر استخدمها في استيميتد فيوتشر كاش فلو، التنبؤ بالتدفقات النقديه المستقبليه، وده بيظهر من خلال قائمه التدفق النقدي. عشان اولد المعلومات دي بقى كلها، ده هيحصل من خلال ان انا اطلع مجموعه من القوائم الماليه خمسه: انكم ستيتمنت، بالانس شيت، كاش فلو، وكومبريهنسيف انكم، والتشينج في الاونرز ايكويتي، وبعدين النوتس او ديسكلوجر. اوكي يلا بقى. بس هو في المسمى الجديد دلوقتي الانكم ستيتمنت بقت كومبريهنسيف انكم، الا لو عملت تو سيبريت ستيتمنت. وعندي ايه؟ نوتس. النوتس دي ما تنساش انها بتديسكرايب كل الايتمز اللي موجوده فوق، بالايضاحات. والمهم جدا ان الايضاحات دي لا تستخدم في الكوركشن اوف ايرور، يعني ما ينفعش تغلط فوق فتقول انا صلحتها في الايضاح تحت، ما انا قايل لك تحت ان الرقم ده غلط، ما ينفعش الكلام ده. مين بقى اليوزر اللي كان بيقول عليهم الطحان؟ مين اللي بيستخدم القوائم الماليه؟ فقال لك ناس جوه الشركه وناس بره الشركه، يبقى انترنال واكسترنال ودايركت واندايركت. دايركت يبقى ده ليه مصلحه مباشره مع الشركه، بياخد منها فلوس. اما الاندايركت مالوش مصلحه مباشره مع الشركه. تمام؟ لكن هيكسب منه وراها. زي مين؟ زي الانفستور المرتقب، او زي الفاينانشال اناليست اللي بيحلل الشركه عشان يطلع قرارات او يطلع رايه ريكومنديشن فالناس تشتغل على رايه. والانترنال والاكسترنال. اوكي يلا بقى، ادي القوائم الحلوه بتاعتنا. احنا اتفقنا هنعمل انكم ستيتمنت وكومبريهنسيف انكم وبالانس شيت وكاش فلو وتشينج في الايه؟ في الايكويتي. الكاش فلو احنا اوريدي عملناها مره واحنا بنتكلم على البادجتنج، فمش هنعملها هنا تاني، احنا هنا نحل اسئله بس. التشينج في الايكويتي برده مش هنعملها في السي ام اي، انت بس لازم تبقى ريكوايرد ان انت تبقى عارف مكوناتها، لكن ما حدش هيقول لك تعالى اعملها. لكن هيسالك هي بيبقى مكتوب فيها ايه؟ تمام؟ اللي ممكن تعملها في الاسئله الاساسيه هي دايما البالانس شيت او الانكم ستيتمنت. وكده كده انت هتعملهم في البادجت، ما انت اخر البادجت بتاعتك الانكم ستيتمنت البرو فورما والبالانس شيت. طيب هنبتدي مين باول قائمه طبيعي بتطلعها من الترايل بالانس بتاعك اللي هي الانكم ستيتمنت. اول حاجه بقى الانكم ستيتمنت لازم نعرف عنها حاجتين، انها بتعد خلال فتره زمنيه اوفر بيريد اوف تايم، وان الحسابات بتاعتها بنسميها تمبرري، حسابات مؤقته. يعني ايه مؤقته؟ يعني لازم بتتكرمش وتتقفل اخر السنه. تقفل فين بقى؟ في الريتيند ايرننجز. تمام. وما دام اتقفلت في الريتيرن ايرننجز يبقى الاندنج بالانس بتاعها بزيرو، فلما تيجي تبتدي السنه اللي بعديها حلو. هنا بقى تركز في حته هنكملها كمان شويه. افترض ان انت تاني سنه اكتشفت ان كان في ايرور في الانكم ستيتمنت السنه اللي فاتت، حلو، هتعمل البراير بيريود ادجستمنت او تصحيح الايرور، تسويات السنوات السابقه دي اللي هي تصحيح الاخطاء، هتصحح الغلط. فلما تصحح الغلط هتكتب قيمته الصح النهارده،
طب فرق القيمه ده هتوديه فين؟ المفروض تروح توديه في الانكم ستيتمنت بتاع السنه اللي فاتت. طب ما هي اتقفلت ما بتتفتحش. تمام؟ فيبقى تقفلها فين عشان صححها؟ صححها في الحته اللي هي اتدفنت فيها. تمام؟ هي اتدفنت خلاص في الريتند ايرننج، فحضرتك كانك بتفتح القبر وتصلح، فبتفتح الريتند ايرننج وتدفن فيه الغلط او تظبط فيه الغلط. فيبقى لو حصل اي ايرور وحضرتك حبيت تعمل له ادجستمنت او تعمل له كوركشن، هتبقى الفرده الثانيه مش قايمه الدخل، الفرده الثانيه الريتند ايرننج، لان هي اوريدي اتحطت في الريتند ايرننج. ماشي؟ انكم ستيتمنت اكونت ار تمبوري اكونت which are closed in permanent account، بتتقفل في حساب دايم، حساب الدايم اللي هو retained earning on the balance sheet at the end of each period. Thus at the beginning of each physical year the balance of income statement هيبقى zero. اوكي، طبعا income statement قايمة على معادلة شهيرة، income او loss بيساوي ايه؟ revenue gain minus expense loss. ايه الفرق بقى ما بين الريفينيو والجين؟ الريفينيو هو الكور بيزنس بتاعي، الاوردينري اكتيفيتي، في حاجات الكروس جين كده بيجي لي ان انا ببيع. اما الجين بيبقى نون اوردينري او نون روتين اكتيفيتي، زي ان انت بعت اصل، حصل فروق عمله، الكلام ده. طيب نفس القصه الاكسبنس واللوس. تمام، واللوس ده اللي من مين الاكتيفيتي دازنت كواليفاي از مين اكتيفيتي. عشان كده لما يقول لحضرتك ايه اللي تقدر تعمل له كنترول، اللوس ولا الاكسبنس؟ اللوس تقدر اعمل له ايه؟ كنترول. بس اللوس ده بيبقى حاجه من حاجه جت لي عشان عارف. لا، دي اللي بنسميها الاكسترا اوردينري لوس، الحاجات المفاجاه بتبقى اكسترا اوردينري. انما اللوس فكره ان انت بعت اله وخسرت، طب انا كان ممكن ما ابيعهاش، لكن هل انا ينفع ما اعملش الاكسبنس؟ لا، لازم يتعمل. فهي هتشوفوا السؤال، يمكن انا بقوله بصيغه غلط بس انت هتشوف السؤال. فهو فيما معناه ان ايه الحاجه اللي انت ممكن ما تظهرش عندك؟ احنا بنكنترول الاكسبنس، ماشي، كلنا بنكنترول كل حاجه. طيب الانكم ستيتمنت ليها طريقتين في الشغل، واحنا بنتكلم على الطرق الخارجيه. احنا اتفقنا ان احنا كان ليها طريقتين في الاعداد، لما تشتغل جوه الشركه وبره الشركه. فبره الشركه فول ابزوربشن، جوه الشركه فاريبل كوستنج، صح؟ ده اول محاضره. تاني محاضره لينا في الايه، في الكوست. لكن خلينا بقى في اللي بره الشركه اللي هي الفول ابزوربشن. حتى الفول ابزوربشن طريقه عرضها مختلفه، يا اما تعملها سنجل ستيب يا اما تعملها مالتيبل ستيب. سنجل ستيب يبقى ايرادات كلها ناقص مصاريف كلها يديك صافي الربح، واقعد في الافصاحات عيش بقى، اعملي جدول ايرادات وجدول مصاريف وفنط الدنيا. يا اما لا، اعملها مالتيبل ستيب. فين اهي مالتيبل ستيب؟ بالظبط، ستيب يعني ربح. فمالتيبل ستيب يبقى انت هتقعد تطلع ارباح طول ما انت ماشي، وانت بقى بتقسمها اللي على البورد دي الحتتين بتاعتها، ده الريفينيو والجين بتاعتها بالظبط، واحده واحده، وبتنتج طول كل خطوه تنتج. عشان كده يا جماعه الستبس دي مش محفوظه، يعني ايرادات ناقص كوست اوف جود سولد دي جروس بروفيت ماينس اس جي اند ايه يديني ايه؟ اوبريتنج انكم ماينس او بلس الاذر جين اند لوس يديك earning before interest and tax minus the interest minus the tax وهكذا. ده الحاجات الايه اللي هو الكومن يعني. لكن في ناس دايما بتطلع الايبيتا ده اللي هو الربح قبل الفايده والضريبه والاهلاك والاستهلاك، وبعدين ترجع تشيل الاهلاك والاستهلاك في خطوه لوحدهم وهكذا. فانت ممكن تعمل كذا ستيب براحتك على حسب انت شكل الداتا اللي عايز تخرجها للناس ايه. طيب كل قايمة عندنا مشكلتك بقى عشان الأسئلة الإسي، لازم تبقى حافظ مزاياها وعيوبها، لأنه في الأسئلة الإسي كتير بيقول له اكتب الأدفانتج والديس أدفانتج بتاع كل قايمة. فإحنا كلنا بنعرف نشتغلها وكلنا نعرف نكتب فيها، لكن المزايا والعيوب دي اللي بتبقى تقيلة علينا شوية، يعني مش في دماغنا. طيب فقال لك السنجل ستيبس الأدفانتج إنها سيمبل، والديس أدفانتج ما فيهاش بريوريتي. قال لك ليك اوف بريوريتي، ما فيش اولويات للمصاريف والايه والخسائر والايرادات والارباح، هو حط كله البلس مع بعض وكل النيجاتيف مع بعض، وانا مش فاهمه مين مع مين. المالتيبل ستيب ليها ميزه انها قسمت لك الاوبريشن اكتيفيتي والنون اوبريشن اكتيفيتي. النص الاولاني بنسميها المرحله الاولى دي الاوبريتنج اكتيفيتي، والمرحله الثانيه او النص الثاني بنسميها النون اوبريتنج اكتيفيتي اللي هو كل ما هو تحت الاوبريتنج انكم. المزايا بقى مور كومن يوزر تو كوم يوز تو ايه
allow user to compare result over time، ان انت تقدر تقارن نتائج الشركه دي بنتائج المنافسين عبر الزمن، وخصوصا من الحته بتاعه الاوبريتنج هي بتشتغل بجد وتعمل قد ايه. لكن الديس ادفانتج انها ايه؟ ليتل كومبلكس. هي مش كومبلكس ولا حاجه، هي ديتيلز. ما لهوش في الورد عيب. حقيقي. قالوا ايه بقى؟ قالوا ده ليتل كومبلكس. في شويه حاجات بقى تانية لو موجوده تغير تركيبه قائمه الدخل. قائمه الدخل اخرها النت انكم. حلو؟ الحاجتين دول لو موجودين يخلوا قائمه الدخل بدل ما يتكتب صافي الربح اللي انت مطلعه ده نت انكم، لازم تغير اسمه تخليه نت انكم فروم كونتينوس اوبريشن او نت انكم فروم ريكورينج اوبريشن، العمليات المتكرره او المستمره. تمام؟ زي ايه بقى؟ قال لك اول حاجه الديسكونتينيود اوبريشن، العمليات المتوقفه. لو عندك اداره والاداره دي قررت، مجلس الاداره بتاعك خد قرار انه يبيعها او فرع او سبسيدري، وخدت قرار ان انت تبيعه، بتبتدي تفصل كل ايراداته وخسائره عن ايراداته وخسائر الشركه تماما لحد ما يتباع. وبعدين بتيجي اخر السنه تجيب بقى صافي ربحه لوحده او صافي خسارته زائد صافي ده تشغيله زائد صافي ربح او خساره بيع الاصول الديسبوزال بتاعته. برافو عليك، تعمله بي اند ال هو لوحده، وبعدين تجيب الرقم ده وتحطه تحت صافي الربح من العمليات المتكرره. بس خلي بالك صافي الربح من العمليات المتكرره كان مطروح الضريبه. فالفرع ده انت عملت له قائمه دخل لوحدها لازم تاخد الضريبه بتاعتها برده. فتحسب صافي ربحه او صافي خسارته بعد التاثير الضريبي. عشان لما يتحط تحت صافي الربح هيتحط بعد الضريبه. فلازم الضريبه بتاعته كمان تبقى متشاله. دي نقطه، النقطه الثانيه اسمها ايه؟ اكسترا اوردينري ايتم. اكسترا اوردينري ايتم دي الارباح او الخسائر اللي بنقول غير طبيعيه، وليها شرطين، لازم تبقى انيوجوال وانفريكوينس، لازم الشرطين دول. لو فيها انيوجوال بس او انفريكوينس بس، غير متكرره بس او غير عاديه بس، تتكتب في الاذر جين اند لوس زي فروق العمله. فروق العمله دلوقتي لما التعويم تمام سواء جين او لوس هتعتبرها اكسترا لا 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 هتعتبرها في الاذر جين اند لوس. طب ليه؟ هقول لك ليه، هقول لك اكمل بس اكمل هقول لك ليه. لان بقى المعيار الدولي اللي احنا ماشيين عليه بالمصري ما عندوش حاجه اسمها اكسترا اوردينري. المعيار الدولي او المصري قال لك لو الحاجه حتى اكسترا اوردينري لازم تحطها في الاذر جين اند لوس، ما بيتحطش تحت قائمه صافي الربح غير حاجه واحده الديسكونتينيود اوبريشن. فلغى مفهوم الاكسترا اوردينري، اي حاجه اكسترا اوردينري بتتحط فوق. وعلى فكره المعيار الامريكي مشي على الدولي من 2017 لكن لسه ما نزلش التطبيق في السي ام اي، احنا بنطبق في السي ام اي بعديها بسنه، يعني من السنه الجايه هتلاقيه حط التعديل. تمام؟ فما اصلا ما عادش في حاجه في الدنيا على مستوى العالم اسمها اكسترا اوردينري. بتحط في الاذر جين اند لوس على طول. لكن فيما يخص السي ام اي اللي حضرتك هتمتحن عليها، الامريكي بيحطها تحت صافي الربح، اما الدولي ما بيحطهاش تحت صافي الربح. طب لو عندي ديسكونتينيود اوبريشن واكسترا اوردينري ايتم، يبقى الترتيب الديسكونتينيود الاول وبعدين الاكسترا اوردينري. وبرده بتتحط نيت اوف تاكس. وقال لك بص هتتغير بقى النيت انكم اهو هيتحط تحتيه الديسكونتينيود وهيتحط تحتيه الاكسترا اوردينري ايتم. تمام؟ وبعدين قال لك خلي بالك الاي اف ار اس مفيش حاجه اسمها اكسترا اوردينري ايتم. وده مكتوب لاي ام اي؟ ايوه. ما احنا في الاي ام اي، بص يا جماعه احنا مطالبين في الجزء اللي جاي كله في الفاينانشال اكاونتنج بالديفرنس ما بين الجاب والاي اف ار اس. الاي ام اي عاملاهم في صفحتين ثلاثه ورا كده في نهايه الفار. بس انا هحطهم لك درس بدرس، يعني احنا هنقولهم درس بدرس عشان ما تنساهاش. عشان ما اجيش في محاضره في الاخر اقوم رصلك الفروق مره واحده. لا انا هقولها فرق بفرق طول ما انا ماشيه. طيب عندي شويه معلومات بقى لازم نبقى عارفينها. في حاجه اسمها تشينجينج ان اكاونتنج برنسبل. لو حضرتك غيرت مبدا محاسبي، لو غيرت من سياسه محاسبيه الى سياسه محاسبيه ثانيه، لازم يبقى يكون في ديسكلوجر بيتعمل. مش بس ديسكلوجر، لازم يبقى في مبرر. المبرر ده يا اما المعيار اللي اتغير فانت هتلتزم بالتغييرات الجديده بتاعت المعيار، يا اما حضرتك اللي عايز تغير ولازم يكون السبب بتاع التغيير ان انت هتعمل افصاح اكتر لمستخدم القوائم الماليه. ده هدفك الوحيد والاسمى في ان انت تغير عرض القوائم. طيب لو عملت كده 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 لازم تعمل ديسكلوجر وتقول لي انا غيرت ليه، المعيار اللي قال ولا انت اللي هتغير من مزاجك عشان تعرض معلومات افضل. طيب اغير بقى ازاي؟ قال لك ولا حاجه، احسب الحسبه على الجديد وحط الجديد. طب واللي فات؟ قال لك باثر رجعي.
عشان ايه؟ عشان يكسر صوابعك وما يخلكش كل يوم تقعد تغير سياسات عشان تتلاعب في الارباح، لانه مين الناس كانت بتغير سياسات عشان تعمل تهرب ضريبي او تغير عرض شكل عرض الاصول والالتزامات في القوائم الماليه، فتتلاعب بقى بانها تاخد قروض او تعلي سعر السهم في السوق او الكلام ده. فقالك لازم ترجع باثر رجعي. يعني ايه باثر رجعي؟ يعني تشوف السياسه بالظبط من يوم ما اتطبقت يا فندم. لو كان انت شغال مثلا ويتد افريج وقررت تقلب فايفو، فمن يوم ما المخزون دخل عندك لو كان شغال فايفو لحد النهارده، كان المفروض الرصيد اللي في الميزانيه النهارده يتحط كام وفقا للرصيد اللي المفروض يتحط النهارده في الميزانيه؟ شوف الفرق ما بين الرصيد اللي موجود على السياسه القديمه واللي كان المفروض يبقى موجود على السياسه الجديده، والفرق ده بقى روح ارميه فين؟ ما هو خلي بالك الفرق ده مش المخزون بيأثر على الكوجز، والكوجز بتأثر على الانكم ستيتمنت، فالفرق ده كان هيأثر على ارباح وخسائر السنوات السابقه، وانا ما اقدرش اصلح ارباح وخسائر السنوات السابقه، لكن اقدر اصلح الريتيند ايرنج. فالتغير في السياسات المحاسبيه باخد الفرق باثر رجعي في السياسه كلها في السنوات السابقه كلها وارميه كله فين؟ في الريتيند ايرنج كلها. هو على قد ما تقدر ترجع حقيقه الامر، هو بيقول لك كلها بس رجع بعد كده في المعيار، بيقول لك في المعيار الامريكي قال كله، في المعيار الدولي قال لك الافيلابل. فالناس دايما بترجع سنتين، ما هو الناس بترجع سنتين بس، هو المعيار الامريكي قال لك كله، المعيار الدولي قال لك الافيلابل اللي تقدر عليه. فالناس دايما احنا في مصر بنرجع سنتين تمام. فيبقى انت بترجع باثر رجعي. اثر رجعي ده اسمه ايه؟ ريتروسبكتيف ابروتش. وبص كده على النوت، يا تلاقي كلمة ريتروسبكتيف بأثر رجعي، يا تلاقي كلمة كوميوليتيف أثر تراكمي، لكن مفيش حاجة اسمها ريتروأكتيف. ريتروأكتيف يعني رد فعل عكسي، فخلي بالك من الأسئلة، لأن دايما الأسئلة الناس بتشوف كلمة ريتروأكتيف تختارها وتمشي، هي اسمها ريتروسبكتيف. طيب تاني حاجة، لو حصل تشينج ان استيميت، غيرت تقدير اللي هو زي تغيير عمر الأصل أو تغيير قيمة الخردة بتاعة الأصل، لا الاستيميشن مش سياسة، الاستيميشن تقدير. فوارد ان انا النهاردة تجيلي معلومة جديدة تغير تقديري، فقال لك يبقى دي ولا حاجة، اشتغل على الجديد على طول واللي فات مات. يعني انا لو عندي اسد دلوقتي مليون جنيه هلكه مثلا 10 سنين، يعني حلو في السنة. حلو، بعد 5 سنين لسه في النتبوك فاليو بتاع فيها 500، وقررت ان انا اخليه مثلا 7 سنين ولا حاجة، ايه اقسم ال 500 على 7 بس خلاص. ايوه ماشي، ما انا في 500,000 خلصوا يعني خلاص كده، عندي 500,000 اقسمهم على سنتين على ما رجعش الخمس سنين. لا ما ترجعش خالص تمام. وانت قصد ترجع ازاي؟ ايه قصد ولا قصد؟ طبعا انت مش قصد انت استفدت تمام. فقال لك بقى اليوز اوف اللايف والسالفج فاليو ديبريشيبل اسيتس allowance for uncollectible account receivable. انت لما تيجي تعمل، هناخد ان شاء الله الريسيفبل المحاضره الجايه، لما تيجي تغير نسبه المخصصات، بتعمل مخصص ب 5% وقررت النهارده تعمله 3%، اشتغل على الجديد على طول 3% من اول مبيعات السنه دي خلاص. فدي بنسميها اثر مستقبلي prospective approach. دي حاجه ثابته يا دكتور؟ يعني المخصص ده بنسبه شائعه زي 5% خالص؟ انا كنت في انترفيو من هنا يقول لي 5%، قلت له يعني 5% مين قال؟ قول له هات لي الكتاب، هات لي الكتاب اللي كتبها 5%. قلت له اعتقد هي حسب كل صناعه حسب كل ظروف كل شيء. صح قال لي لا هي 5 اي ليها ناس. قلت له ما تعملش اعتقد. انت صح. لا كنت لسه دي رقم. قول له يا انا كنت اعرف انها 7% يا فندم، كويس حضرتك صلحت لي المعلومه خلاص. اديله اوبشن. طيب والكوركشن اوف ايرور، لو اكتشفت ان في غلطه زي ما اتفقنا هتعمل ايه؟ ماشي قلنا نتقفل. اثر رجعي برضه بروسبكتيف، يبقى خلي بالك والنبي من سوري ريتروسبكتيف، من كلمه ريتروسبكتيف وبروسبكتيف. ريترو ورا، برو قدام. ايه البنفيت والليميتيشن عامه للانكم ستيتمنت؟ دي قايمه حلوه زي الانكم ستيتمنت دي. البريدكتيف فيوتشر كاش فلو، ايفالويت الباست بيرفورمانس، كومبير بالكومبيتيتور، ات بروفايد بيزس فور بريدكتنج ما احنا قلناها فيوتشر بيرفورمانس، ات هيلب يوزر تو اسيس ريسك اوف اور انسرتينيتي اوف اتشيفينج فيوتشر كاش فلو. من طريق من الحاجات الاذر جين اند لوس اقدر اعرف حجم الخسائر اللي ممكن تتعرض لها في المستقبل. الليميتيشن بقى doesn't allow all item of income and expense تمام. some of the item are shown in comprehensive income statement. في ارباح وخسائر ما بتدخلش قائمه الدخل، فعيب قائمه الدخل انها مش شامله.
بعد كده financial statement use accrual basis، فانت كاتب ايرادات ما حصلتش ومصروفات ما اتدفعتش. ثالث حاجة employing different accounting method will yield different net income. شركة بتطبق FIFO وشركة بتطبق LIFO، شركة بتطبق straight line depreciation وشركة بتطبق declining depreciation. فواحدة منهم هتطلع ربح عالي وواحدة منهم هتطلع ربح قليل، فانت هتقول اللي مطلع ربح عالي دي احسن عند المقارنة، بس ده ما ينفعش لان السياسات المحاسبية مش موحدة، هالمختلف. فلازم عشان تقارن لازم توحد السياسات، انت كمحلل مالي بقى تقعد توحد السياسات قبل ما تقارن، فدي مسخرة في حد ذاتها. طيب ايه الافصاحات الضرورية لقائمة الدخل؟ قال لك اول حاجة الايرنينج بير شير ربحية السهم، تعمل ديبريشيشن سكيدول، والانكم تاكس والبنشن تاكس الضرائب اللي بتدفع. حتى في مصطلح اسمه انترا كومباني تاكس، انترا كومباني تاكس، انترا تاكس دي معناها انه حضرتك كاتب الضريبه في اكتر من سطر في قائمه الدخل. ليه؟ لان انت كاتب ايرننج بيفور التاكس ماينس التاكس، ده النيت انكم، ادي رقم واحد، ماينس الديسكونتينيود اوبريشن افتر تاكس، ادي التاكس الثانيه، ماينس الاكسترا اوردينري ايتم افتر تاكس، ادي التاكس الثالثه. فانت القائمه الواحده ممكن التاكس تظهر فيها في اكتر من سطر، فلازم بقى تقولهم لي تحت على بعض. طيب عندي بقى قائمه مكمله لقائمه الدخل اسمها قائمه الدخل الشامل، الكومبريهنسيف انكم. الكومبريهنسيف انكم دي بتجمع حاجتين، بتجمع صافي الربح اللي في قائمه الدخل مع مجموعه ارباح وخسائر اخرى مش مسموح لها تتكتب في قائمه الدخل، وانما بتتكتب في حقوق الملكيه تحت بند اسمه اذر كومبريهنسيف انكم، دخل اخر. المفروض حقوق الملكيه العاديه عبارة عن الكومن ستوك الأسهم العادية، والبريفير ستوك الأسهم الممتازة، والأديشن بيد إن كابيتال علاوة الإصدار، والريتند إيرنينج الأرباح المحتجزة، ده اللي إحنا حافظينه. وبعدين بيتحط بقى بعد كده بند اسمه أذر كومبريهنسيف إنكم أو سي أي، ده بند ظهر جديد من 2011. البند ده ظهر نتيجة إن بقى فيه معاملات، المعاملات دي بتعمل أرباح وخسائر المعايير مش عايزة تحطها في قائمة الدخل، فابتدت تحطها على طول في حقوق الملكية. إيه بقى الحاجات دي؟ اهم فورين كرنسي ترانسليشن ادجستمنت، فروق الترجمه بتاعت القوائم الماليه، اللي هو لما بيبقى فرع ماسك فلوسه او حساباته بالجنيه وهيحول للشركه الام في امريكا، فلازم لما يحولها يترجم القوائم بالدولار. اما بيجي يترجم القوائم في قاعده للترجمه المعيار قايل عليها، قال لك كل الاصول تترجم بسعر الصرف في 31/12، كل الالتزامات بسعر الصرف في 31/12، حقوق الملكيه بسعر الصرف يوم انشاء الفرع هيستوريكال. فالميزانيه هتعرض، انت سعر الصرف النهارده 20، ويوم ما انشانا الشركه دي كان سعر الصرف 3.4 ساج مثلا، 3.40 قرش. فالميزانيه هتعرض، فعشان الميزانيه ما تعرضش حضرتك بتقوم حاشر زي حته خشبه كده تحت الكرسي، حاشر حساب كده بتقول ايه ارباح وخسائر فرق التقييم، ففرق التقييم ده يطلع موجب يطلع سالب، فبتحط رقم بالموجب او السالب بس عشان الميزانيه توزن. فده مش ربح وخساره حقيقي، ده ربح وخساره ورقي كمعالجه محاسبيه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه جين اور لوس اند برايس سيرفيس كوست بتاعت الديفاين بنشن بنفيت. الحمد لله كان علينا البنشن التامينات والمعاشات واتلجت في السي ام اي. الفكره ان انت بره اللي بيديك المعاش الشركه اللي مشغلاك مش الحكومه. احنا هنا الشركات بتقتطع سواء قطاع خاص او قطاع حكومي، بتقتطع من حضرتك جزء من مرتبك وتسلمه لهيئه التامينات والمعاشات، ولما تطلع على المعاش منك ليهم، هي يا دوبك بتديك مكافاه نهايه الخدمه او صندوق العاملين بتاعك، لكن في الاخر معاشك من الدوله. بره مش كده، بره اول ما تيجي تتعين بقول لك تعالى قدامك حل من الاثنين، يا اما نقطع من حضرتك معاشات ونحطها في صندوق، والصندوق ده انتوا تنقوا ناس منكم تنتخبوهم يديروا الصندوق، واخر العمر لما تطلع على المعاش انت ونصيبك في اللي هيبقى موجود في الصندوق، وانا كشركه كلها هعمله ان انا ايه بقطع منك واحط في الصندوق وساهم معاكوا فيه، بس ماليش دعوه لما تطلع على المعاش لقيت فلوس في الصندوق ما لقيتش منك للي مدورينه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ودي الخطه الافضل، ان انا اقول لك انا هقطع منك فلوس واحطها في الصندوق وانا اللي هدير، فهبقى انا اللي ملزمه ان انت لما تطلع على المعاش ليك المعاش اللي احنا متفقين عليه، مثلا 3% من اخر مرتب لمده 7 سنين بنسبه مش عارفه ايه وهكذا. فلو انا التزمت بان انا اللي هدير اصبح عندي لايبيليتي، فبجيب اكتواريان خبير اكتواري كل سنه يجي يشوف
كم واحد؟ 17 واحد. عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ طب ان شاء الله كل واحد متوقع يعيش كم سنة. طيب انت في الكارير بتاعك هتترقى لحد فين؟ لما هتترقى مرتبك هيعلى بقد ايه؟ طب نسبة الارتفاعات او التضخم اللي هتحصل في الاسعار؟ طب في الاخر بقى الشركة ملزمة باكسبكتد لايابيليتي لل 17 واحد دول قد ايه؟ جينا تاني سنة وحطينا في اللايابيليتي الرقم ده، فبقى ده الرقم المتوقع للالتزامات بتاعه الشركه تجاه العاملين. تاني سنه لا قدر الله واحد توفى وعيننا اتنين تانيين، فاصبح حجم الالتزامات بتاع الشركه اتغير، وواحد نقل من الشركه عندنا راح شركه تانية فقال يا جماعه انا عايز حصتي في الصندوق عشان احطها في صندوق الشركه اضم فترات، وتلاته جم فجم بالصناديق بتاعتهم بحصصهم عشان يضموا فترات عندنا، الترتيبه اتغيرت، فاصبح الالتزام المتوقع على الشركه يا زاد يا نقص. لو التزام نقص يبقى الشركه كسبت، لو التزام زاد يبقى النسبه الشركه كسبت، وده مش مكسب او خساره بجد عشان يتحط في قائمه الدخل. فالمكسب او الخساره نتيجه فروق تقييم الالتزامات المتوقعه على الشركه في صناديق التامينات والمعاشات هيتحط فين؟ في الاذر كومبرهنسيف انكم. معلش يا دكتور، الشركه حقت تشغل فلوس دي ولا لا؟ هي لازم تشغلها. طب والمكاسب اللي جايه من ورا الفلوس دي اللي تتحط في الصندوق؟ تتحط في الصندوق. ملهاش دعوه، ده هي كمان مش بتشغلها بنفسها، ده بتجيب شركه. بتجيب لازم تجيب حد يشغلها. Unrealized holding gain or loss in available for sale security. هناخد في المحاضره ان شاء الله اللي بعد الجايه حاجه اسمها investment، الاستثمارات. الشركه لما هتستثمر هيبقى في اغراض للاستثمار، يا اما المضاربه في البورصه تريدنج، يا اما held to maturity تحتفظ بالاستثمار ده حتى تاريخ الاستحقاق، يا اما لا هي ناويه تتاجر ولا هي ناويه تحتفظ بيه قوي، هي من بين البنين، لو اتزنقت هتبيع، ما اتزنقتش مش هتبيع، فدي بنسميها افيلابل فور سيل، استثمارات متاحه للبيع، مش بغرض البيع، متاحه للبيع. الاستثمارات دي المعيار بيقول لازم تتقيم اخر السنه كل سنه وفقا لسعرها في السوق. طب انت كنت شاري الاستثمار ب 10 وحطه في الاصول ب 10، اخر السنه السنه دي لقيته ب 15، فلازم تحطه ب 15. طب ال 5 جنيه دي ايه بقى؟ هتبوظ لك الميزانيه. فقال لك احشر ال 5 جنيه فين؟ في حقوق الملكيه، اسمها unrealized gain، ارباح غير حقيقيه. فهي ارباح او خسائر. طب العكس بقى، بدل 10 بقى 8. فتطرح 2 في حقوق الملكيه. ما هو حقوق الملكيه في بند اسمه او سي اي اذر كومبرهنسيف انكم، فتحط في البند ده الحاجه دي اللي هي ايه؟ ارباح وخسائر اعاده تقييم الافيلابل فور سيل سكيورتي. يبقى كده عندي ارباح وخسائر الترجمه ترانسليشن، ارباح وخسائر البنشن، ارباح وخسائر الافيلابل فور سيل سكيورتي، بقى حاجه رابعه الدريفاتيف عقود المشتقات. الشركه عملت عقد مشتقه، عقد مشتق ده عقد بيقول ان الشركه هتنفذ عمليه في المستقبل والعمليه دي بسعر محدد النهارده، وانا بقفل الميزانيه في 31/12 لازم اشوف موقفي في العقد. لو اتنفذ، هو لسه ما اتنفذش، انا بسال نفسي ماذا لو ان العقد ده اتنفذ، هبقى كسبانه ولا خسرانه؟ لو كسبانه هكسب على نفسي التزام، لو خسرانه هكسب على نفسي خساره. طيب سواء بقى ارباح او خساره او خسائر هكتبها فين؟ في الاو سي ار، حسبه العقد في الاصول، ومكسب العقد او خساره العقد حسبتها في الاو سي ار. احنا بقى ما بنشوفش الكلام ده عندنا ليه؟ اولا ما عندناش التامينات والمعاشات ما بتمشيش كده. تاني حاجه الترانسليشن، فكره فرق الترجمه ده يظهر في القوائم المجمعه فمش هيظهر في القوائم اللي احنا بنطلعها العاديه. ثالث حاجة الدريفاتيف موقوفة في مصر من 2010 ممنوع التعامل عليها. تمام؟ يتبقى لحضرتك ايه؟ الافيلابل فور سيل، ودي مش كل الناس بتعملها. يعني في شركات بتعملها وفي شركات ما بتعملهاش، فبرضه من الحاجات النادرة انها تظهر عشان ما يدخلوش في حتة الاو سي اي. تمام؟ طيب ده المعيار الدولي، المعيار الامريكي بقى ضايف واحدة. ايه هي؟ قال لك المعيار الدولي، سوري، المعيار الامريكي والمصري ماشيين تقييم الاصول هيستوريكال، ومش سامحين ان انت تكتب اصولك في القوائم الماليه باي شكل غير التكلفه التاريخيه. لكن المعيار الدولي فتح باب اسمه فير فاليو، سامح لك ان انت كل سنه تقيم اصولك بسعر السوق. تابديت، فعشان تابديت يبقى كل سنه الاصل هيطلع ويفضل يويو بقى طالع نازل معاك. بالظبط. غير الفوركس ده هتبقى تقييم الاصول، الاصول نفسها، الاصول نفسها، الفاليو نفسها. يعني لو عندك عربيه، عندك مبنى، عندك ارض، كل سنه تكتبه بسعره في السوق، فهتلاقي بقى كل شويه الميزانيه بتاعتك بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل، فالارتفاع والانخفاض ده بيتحط حاجه اسمها فروق تقييم، فير فاليو ادجستمنت في الاو سي اي،
في الاو سي ار، في الايكويتي، في الاو سي ار، فده بيبقى البند الخامس. لكن كده كده المعيار الامريكي لا يسمح بفكره اعاده التقييم، فمش حاطط البند ده. واحنا في مصر اصلا ما بنشتغلش بفكره اعاده التقييم، ممنوعه في المعيار المصري، فبرضه ما عندناش البند ده. ماشي، تعمل ايه بقى حضرتك؟ كل الاربع بنود دول بيتحسبوا وبيتحطوا في حقوق الملكيه، ارباح وخسائر اخرى. تاخد بقى الارباح والخسائر الاخرى دي مع صافي الربح اللي في قائمه الدخل وتطلع لي الربح الشامل. فدي القائمه اللي اتطبقت عندنا في مصر من 2017 اللي هي قائمه الدخل الشامل اللي هي الكومبرهنسيف انكم. الكومبرهنسيف انكم ليها طريقتين في العرض، يا تعمل قائمه دخل لوحدها عادي خالص، بعدين ترجع تعمل ملحق اللي هي قائمه دخل شامل، تاخد صافي الربح وتحط الاو سي اي فتطلع دخل شامل، يا اما تريح دماغك من الاول وتعملها سنجل ايه ستيتمنت، قائمه دخله من الاول. اه بالظبط، تبتدي سيلز لحد النت انكم بلس او سي اي يطلع كومبرهنسيف انكم وشكرا، فتبقى مره واحده وخلاص. فقال لك دي يا فندم ايه؟ دي كده معموله سنجل ستيب، لان دي نت انكم اهي، سوري مالتيبل ستيب، نت انكم لوحدها. معلش لما اعمل كومبرهنسيف، الكومبرهنسيف انكم اللي هو في الاخر كله بقفله في الريتند وانا لا لا النت انكم بس في الريتند والباقي متجمع على الريتند. ايوه انا دلوقتي عندي نت بروفيت ده بيروح لتين اللي هو الاو سي اي بقى بيروح في الايكويتي. ما هو في الايكويتي يا فندم. فين في الايكويتي؟ انا في حساب اسمه او سي اي، يعني انت عندك الايكويتي معموله كده. الله الله، مش مشكله خلاص. مين الايكويتي معموله كده؟ كومن بريفير ابيك ريتند ايرننج او سي اي، ودول تحتيه الاربع حاجات بتوعه. تمام، انت بقى جبت هنا انكم ستيتمنت، عملت نيت انكم، خدته قفلته هنا بس. فخلاص انت لما هتيجي تجمع هنا التوتال هيبقى ده كانه مجموع مع ده. الثانيه بقى اللي انت هتعملها ان انت هتعمل كده كومبرهنسيف انكم وتبتدي بالسيلز لحد النيت انكم وتقوم جمع عليها او سي اي فيديك كومبرهنسيف انكم بس. وممكن او سي اي تبقى نيجاتيف لوس صح؟ اه اه، ما هي unrealized gain or loss، فممكن تبقى loss. فانت ونصيبك بقى. دي يا فندم زي ما اتفقنا ايه تو ستيتمنت، خدت الاول قائمه الدخل لوحدها وعملت انكم ستيتمنت، وبعدين بعد كده عملت نيت انكم، وبعد كده رحت جايب النيت انكم جمع عليه الاو سي اي فعملت كومبرهنسيف انكم. دول قائمتين، يا اما تعملها كده قائمه واحده اهي، دي لوحدها ودي لوحدها. لا ما هو دي لوحدها ودي لوحدها هي اللي فاتت. فين؟ فين؟ اكس رجعي. اهي دي لوحدها ودي لوحدها. دي باسمها ايه؟ بتعريف لوحده ودي بتعريف لوحده، اهو قصهم كانهم صفحتين منفصلين. لكن دي اهي مش صفحتين منفصلين، دي في صفحه واحده. باديه بالسيلز وادي النت انكم، حتى الاو سي اي ببند اهو، كان بند واحد اللي موجود في الاو سي اي فاداني كومبرهنسيف انكم. تمام. وقال لك بقى زمان قال لك ممكن كانت قائمه الاو سي اي دي تتكات او سي اي كانت تبقى جزء من قائمه حقوق الملكيه، ودي اتلغت خالص، ما عادش دي طريقه عرض. يعني كان في ثلاث طرق عرض، الطريقه الثالثه بتاعت وجودها كعمود جوه حقوق الملكيه دي اتلغت خالص. تمام اوكي، هناخد بقى القائمه الثانيه اللي هي البالانس شيت. البالانس شيت بنفس المفهوم، البالانس شيت بتعد مشكلتها انها بتعد certain point of time، فبتبقى في يوم معين. فللاسف هي بتديك سناب شوت، صوره سريعه، لقطه سريعه، لقطه، لكن ما بتديكش اللي حصل طول الفتره. فدي مشكله، لكن فيها ميزه ثانيه ان حساباتها بيرمننت او بيسموها ريال، حسابات حقيقيه دائمه، لانها بتطرحها ليها اندنج وبيجيننج بالانس كل ايه؟ سنه. وقايمه على المعادله المحاسبيه اللي بتقول لي assets بتساوي liability بلس الايكويتي، والمعادله دي من وجهه نظر البروبرتي ثيوري او نظريه الملكيه. الاسيتس بقى تعريفها ايه يا حلوين؟ هي ريسورسز اللي بتدار بواسطه الشركه. لا تعريفها وفقا للمعيار ده اللي هو اللي احنا ما بنمشيش فيه. يبقى اول حاجه controlled by company expected future benefit وبالظبط وبس ترانزاكشن. لازم تحصل معامله ينشا منها الاصل، معامله ينشا منها الاصل، يعني يا اما انا ابنيه فاصرف عليه فينشا الاصل، يا اما حد يديوني هديه، يا اما انا اشتريه. يعني لازم يحصل ترانزاكشن، اعمل انتري يظهر الاصل بيه في الميزانيه عندي. طيب اللايبيليتي نفس القصه،
حاجة owned by company هتعمل future sacrificing تضحية مستقبلية ولازم يبقى فيه transaction أدت لنشأة liability. طب والإيكويتي؟ قالك لا، المعيار ما عرفش حقوق الملكية، المعيار قال إن حقوق الملكية دي هي الريزيدوال، هي الباقي من الأصول بعد سداد الالتزامات اللي عليه. قال الإيكويتي هي الريزيدوال interest in assets of entity that remain after deducting liability. يعني إيه اللي باقي منها بعد ما سدد liability والإنترست بتاعها بدون عندك أسد تطرح منها الليابيلتي مش فاهمها بقى الإيكويتي يعني في الآخر كده حقوق الملكية. طب حلو، بيبقى في حاجات زي الإنترست مثلا بتاع كل لون. ماليش دعوة بقى، أنا خلاص أنا عندي أصول اتباعت ماشي وسددت التزامات، اللي باقي ده نصيب الملاك. فيبقى الإيكويتي هو نصيب الملاك من الأصول بعد سداد الالتزامات، الالتزامات بكل ليلتها بكل ليلتها. ما ده اللي أنا بقصده. طيب الاسس دايما بنقول عليها الريسورس لان هي دي بتشتغل وتجيب ايراد، ومصادر التمويل اللي هي الايه الليابيليتي والايكويتي. الاسس كمان ممكن نقول عليها الفاليو، هي الحاجات ذات فاليو للشركه. عشان الاختياري الاسئله المالتيبل تشويس ممكن ما يقولكش اسس ويقول لك الفاليو، فتبقى فاهم ان الفاليو دي يقصد بيها الاصول، والليابيليتي اللي هي الديت، والايكويتي كانت الريزيدوال، او بدل كلمه الريزيدوال بيقول عليها النت وورث اللي هي صافي ثروه الملاك. اوكي، ايه شكل البالانس شيت بقى في العرض؟ يا اما التي اكاونت او الاكاونت فورم اللي هي الهوريزونتال اللي هي الاسيتس واللايبيلتي والايكويتي، ودي ما عادش حد بيستخدمها لان احنا شغالين في مصر دولي، فالدولي ده الامريكي، لكن الدولي شغال بحاجه اسمها الريبورت. الريبورت اللي هي الايه الفيرتيكال اللي هي تحت بعضها. بس الامريكي يختلف عن الدولي، الامريكي لما حط الفيرتيكال كل اللي عمله عمل كده. فين فين عمل كده، قص من النص وخد العمود ده لزقه تحت زي ما هو بالظبط، يعني current asset fixed asset، وبعدين راح حاطط تحت ايه current liability non current liability equity بالظبط كده. الدولي او المصري ما عملش كده، غير في الترتيبه بتاعتهم صح. يعني انت بتحط ايه الفيكسد اسيت الاول ماشي، وبعدين الكرنت اسيت، وبعدين الكرنت لايبيليتي، وبعدين تم تمويلها من حقوق الملكيه واللونج تيرم لايبيليتي تحت. فالترتيبه بتاعت الميزانيه اتغيرت عشان يديك النت وركينج كابيتال وبعدين الانفستمنت بقى. طيب هيمسكها بقى بند بند يتكلم عليها. الكرنت اسيت يعني ايه كرنت اسيت؟ يعني اصول قصيره الاجل، بمعنى تحول الى نقديه خلال فتره لا تزيد عن سنه، او operating cycle او دورة تشغيل ايهما اطول. فده تعريف الكرنت اسيت. طيب مكوناتها ايه؟ كاش اند كاش ايكويفالنت، هما خمس حاجات كاش اند كاش ايكويفالنت. طب يعني ايه كاش ايكويفالنت؟ اصول اللي هي سريعه التداول، سريعه التحويل الى نقديه خلال 90 يوم، ما تزيدش عن 90 يوم. بعدين بعد كده عندك مين؟ الماركتابل سيكيورتي اللي هي الاستثمارات بتاعه التريدنج، اسهم وسندات في شركات اخرى بغرض المضاربه تريدنج. فالتريدنج بيتحط فين؟ في الكرنت اسيت، ويقيم بالفير ماركت فاليو. طب لما يتقيم بالفير ماركت فاليو، ارباح وخسائر اعاده التقييم هتتحط فين؟ في قائمه الدخل. لكن لو افيلابل فور سيل، ارباح وخسائر اعاده التقييم تروح في الاو سي اي. ماشي، بعد كده ريسيفابل، حسابات العملاء. حسابات العملاء بتتكتب بحاجه اسمها النت اللي هي الجروس ريسيفابل ماينس الالاونس، فاللي بيطلع ده بنسميه نت ريلايزابل فاليو، القيمه المدركه، انت متوقع تدرك قد ايه من الفواتير دي. وبعد كده يجي مين؟ الانفنتوري. فين؟ يلا سيلو الانفنتوري. فقال لك الانفنتوري بيتكتب فايفو او لايفو او ويتد افريج او سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن، ايا كانت الطريقه في الدفتر، بس لما تيجي تحطه في الميزانيه تقول كوست اور ماركت ويتش از لوور. الامريكي لا، الدولي ولو ان الامريكي اتلجت في الشركات وسابوها في الريتيلز بس، والكلام ده برده من 2017، بس كل ده لسه هيطبق في المنهج الجديد. والبريبيد اكسبنس دي اخر حاجه عندي بقى، اللي هي المصروفات المقدمه. المصروفات المقدمه بتتكتب ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انا دافع مصاريف في شهر 9 12 شهر مقدم 1000 جنيه، فدافع 12000 جنيه في 31/12، هكتب مصروفات مقدمه بالايه؟ بالباقي ال 12 اللي هي النون كونسيومد، يعني باخد التوتال ماينس الكونسيومد يديني ايه؟ بالظبط. حلو ماشي،
حتى بيقول لك بريبيد ار ريبورتد ات ذا اماونت اوف ان اكسبايرد اور ان كونسيومد. الجزء اللي لسه ما خلص. طب الرجاله عارفه وفاهمه كده ممكن تصرفوا لنا برضه الرجاله اللي هي ايام تقول انتوا اشرحوا الدكتور دي تقعد جنبينا مثلا مثلا انا موافقه والمصاب. فقال لك طيب خلي بالك ان كل اللي احنا بنقول عليه كارنت اسيت شرطه انه يبقى ايه بيتحول لكاش وزين 1 يير اور اوبريتنج سايكل. لكن لو مش هيتحول لكاش خلال سنه يبقى مش هيتكتب كارنت, لازم ينزل نون كارنت اسيتس. طيب بعد كده عند حضرتك اللونج تيرم انفستمنت, الاستثمارات طويله الاجل. دي تصنيف الميزانيه, تصنيف الاصول في الميزانيه. الاستثمارات طويله الاجل دي نوعين, يا هتبقى استثمار في اسهم وسندات, يا هتبقى استثمار في اصول ثابته زي ان انت شاري حته ارض ومسقعها مش هتشتغل بيها, فبيسموها برضو لونج تيرم انفستمنت. ودي ليها معالجات واحنا حضرتك هنتعامل عليها في درس لوحده اسمه الاستثمارات. احنا المفروض الدروس اللي جايه بتاعتنا هندرس ريسيفابل وهندرس انفنتوري وهندرس انفستمنت وهندرس فيكسد اسيت وهندرس انتانجبل اسيتس وبعدين هندرس لايابيليتي وبعدين هندرس ايكويتي وبعدين هندرس ريفينيو وبعدين هندرس انكم تاكس اللي هي الديفير تاكس والليز. دي الدروس اللي احنا المفروض هناخدها واحنا ماشيين. البلانت بروبرتي اند اكويبمنت ده المصطلح الجديد, احنا قلنا ما عادش حد بيكتب كلمه فيكسد اسيت, المصطلح الجديد بقى بي بي اند اي. البي بي اند اي بقى دي اللي عباره عن اصولي الثابته اللي بستخدمها في التشغيل, ودي بتكتب دايما بالبوك فاليو. البوك فاليو اللي هو الثمن مطروح منه مجمع الاهلاك. ماشي طبعا اكسبت فور ايه فور لاند. وبيتكتب كمان بند اسمه كابيتال ليز, الاصول المؤجره تاجير تمويل. وده عكس مصر, انت بتبقى مؤجر تاجير تمويل لكن ما بتثبتهاش في الميزانيه. لكن المعيار الدولي والامريكي والدنيا كلها التاجير التمويلي يثبت كاصل ملكك في الميزانيه ويهلك زي الاصول المشابهه ليه في الاهلاك. بيعتبرها ممكن تشتريها بالقسط. كانك شاري قسط. الانتانجبل اسيتس دي الاصول اللي هي ليك فيزيكال سبستانس ملهاش ملمس غير ملموسه, الشهره والكوبي رايت والبيتنت والفرنشايزز. وبالتالي الاصول دي يا فندم بصنفها ليها عمر ولا ملهاش عمر. لو حاجات اللي ليها فينيت لايف عمر محدد يبقى اعمل لها امورتايزيشن, والحاجات اللي انفينيت ملهاش عمر يبقى بعمل لها امبيرمنت اختبار اضمحلال زي الجودويل. الجودويل لا تستهلك وانما يتعمل لها اضمحلال تيست. وهناخد الامبيرمنت في الامريكي بيتعمل ازاي وفي الدولي بيتعمل ازاي. احنا هننبسط. الجودويل بقى انا كنت شفت سؤال كده في اللي هو الفاينانشال كوتشنج والويب سايت, كانوا بيقولوا احنا مش بنعترف اصلا بالجودويل دي في البالانس شيت. ايوه احنا ما بنعترفش بالجودويل بتاعتنا, احنا احنا الجودويل بتاعت شركتك ما تعترفش بيها. لان انت الجود ويل ما بتنفصلش عن كل اصل من الاصول, هو اللي عمل سمعتك اصولك, فانت ما تقدرش تتمن سمعتك وتحطها في دفترك. طب معلش انا شفت في البالانس شيت بتاعت سي اي بي. يا فندم استنى, ما هو انت هتكتب الجود ويل بتاعه الحاجه اللي انت اشتريتها. يعني انا لما اشتري رايه دفاترها ما فيهاش جود ويل, لكن لما انا اشتري رايه بتمن اصولها بمليون جنيه, فانا دفعت في رايه مليون ونص, فانا هاخد الاصول بتاعت رايه اثبتها في دفاتري بمليون وسحبه كاش بمليون ونص. النص الفرق ده بثبته ايه؟ شهره. انا اديت لرايه 500,000 جنيه زياده عشان الشهره بتاعتها مقابل اسمها. تمام؟ فلما تثبت شهره في دفاترك او تلاقي شهره مثبته في الدفتر تعرف ان الشهره دي مش بتاعت ال- 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 الكيان ده, الشهره دي بتاعت ان الكيان ده لما اشترى كيان تاني دفع فيه اكتر من قيمته. فاشترى كيان تاني بشهرته. طب هو سي اي بي مثلا اشترى مين؟ اشترى اي شركه تانية. هو السي اي بي ده مش تحتيه مجموعه من الشركات؟ كان عامل اكوزيشن على تمام على بنك على بنوك تانية, على فروع لبنوك تانية, على شركات زي شركات التمويل. تمام؟ شركات زي شركات التامين اللي بيعملها. تمام؟ لكن دي ما بتبقاش الجود ويل بتاعته هو شخصيا. دي الجود ويل بتاعه منشاه اشتراها, فالمنشاه ده دفع فيها اكتر من قيمتها, فقال لك ده جود ويل. ايه بتاعته لا تبذرش. طب اقول لك حاجه بقى تانية, لو هو دفع في المنشاه اللي اشتراها دي اقل من قيمتها, دي حاجه بنسميها نيجاتيف جود ويل, وبالتالي النيجاتيف جود ويل دي ما بتظهرش في الدفتر. انا اشتريت اصول بمليون دفعت فيها 800 بس. طيب مش هتظهر, انا هثبتها باللي هي اللي انا اشتري بيها.
ده انت دفعت فيها مليون. لا هي بكام؟ ب 800. فانت ثبتها ب 800 بتثبتها بقيمه بقيمتها السوقيه وطرحت مليون، فال 200 دول عشان الدنيا تظبط بتثبتهم ارباح، بيسموها بارجنج بيرشيز، ارباح تفاوضيه، ان الحاجه ب مليون انت كتبت 800، فيبقى الناس دي عندها نيجاتيف جود ويل، الناس دي سمعتها وحشه. احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل بالانتري بتاعته هتتفرج عليه. اوكي ماشي. بس هي كل الارباح التفاوضيه نيجاتيف جود ويل. اسمها نيجاتيف جود ويل. كل الارباح التفاوضيه؟ لا مش كل الارباح التفاوضيه، ارباح شراء كيان دي نعمل كونسوليديشن بس في القوائم المجمعه بس. اذر اسيتس بقى اي حاجه انت مش عارف تصنفها. زي ايه؟ زي ان انت تعمل وثيقة استثمار على مدير مهم عندكم، مدير ده تالنت وانت خايف ان الراجل ده لو مات هيوقع الشركة. فانت تعمل ايه؟ بتأمن على دماغه. بتأمن على دماغه فعلا، انت بتعمل كده بتأمن على دماغه عشان لو مات وحصل انهيار في الاختراعات اللي كان بيعملها او في شكل الشركة او في سمعتها قدام الناس تاخد فلوس تعويض. فدي هتكتبها ايه بقى؟ دي مش استثمارات، فما تتحطش في استثمارات، ومش فيكسد اسيت ولا انتانجبل. تمام. فالانشورنس دي بتتحط ايه؟ في الاذر اسيتس. لا ما هي انشورنس على مين؟ ده انشورنس على الامبلوي لمصلحه الشركه. تمام. مش انشورنس على اصل من اصول الشركه. زي التامين على اللعيب مثلا، زي التامين على اللعيب معين عشان لو حصلت له مصيبه حطها في الاذرز. طيب نفترض ان انت خدت كارد من البنك مليون جنيه، والبنك قال لك فيه 50,000 جنيه لازم يفضلوا محطوطين في الحساب ما يتسحبوش. فلما تيجي تكتب النقديه عندك ما ينفعش تكتب النقديه مليون، لان النقديه القابله للتعامل 950,000 بس. فتكتب فوق 950 وتكتب تحت في الاذر اسيتس 50,000 ريستريكتد كاش، نقديه مقيده. فدي اللي بنسميها ايه؟ اذر اسيتس، تصنيفات يعني. طيب المعيار الدولي فيه تصنيف زياده في الاصول، واحنا عندنا في مصر او اتطبق في مصر، اللي هو البيولوجيكال اسيتس، الاصول الحيويه، اللي هي فكره الكلب اللي شاريه للولده ولا للحراسه، لو الحراسه يبقى فيكسد اسيت، لو للولده او يعني حتاجه تعمل مزرعه كلاب. ما هو اسمه بيولوجيكال اسيتس، الاصول الحيويه، فتكتبه في بند لوحده اسمه الاصول الايه؟ الحيويه. لكن في المعيار الامريكي لا، كله بيتكتب فيكسد اسيت، لان ما فيش حاجه اسمها اصول حيويه. تعال بقى للحياه الثانيه، اللايبيليتي. اللايبيليتي بقى اسمها ايه؟ current liability. يبقى مديونيات لازم تتسدد خلال فتره لا تزيد عن سنه. ماشي. لسه انا بقول بقى current liability زي ما اتفقنا بقى، هي التزامات قصيره الاجل يجب ان تسدد خلال فتره لا تزيد عن سنه من تاريخ اعداد الميزانيه او دوره التشغيل ايهما اطول. انت اللي بتحدد بقى، انت هتقيس بالسنه ولا بدوره التشغيل. طيب امتى يبقى current liability ويبقى من حقي اصنفه long term liability؟ لو عندي اخر قسط في القرض، تمام، هعمل ايه؟ انا ناويه اروح البنك اتفق معاهم على ان انا هعيد تجديد القرض تاني، لما ياخدوا القسط الاخير يفتحوا لي قرض جديد. تمام. يبقى من حقي ان انا القسط الاخير ده اخليه long term، لان القسط ده هيستمر بعد كده تاني معايا. فيبقى بس بشرط، ولازم تلاقي الكلمتين intent and ability، النية والقدرة ان البنك يكون وافق. لكن لو انا قلت لك انا عندي النية ولسه قاعدة بتفاوض مع البنك، تقول لي يبقى لما نشوف نتيجة المفاوضات ايه. يبقى intent and ability، النية والقدرة ان انا عايزة واتفقت. تمام. طب العكس، لو قرض طويل الاجل امتى خليه قصير الاجل؟ ان انا هتفق مع البنك ان انا هدفع الاقساط بتاعته. لو ناوي اعمل سداد معجل، لو ناوي اعمل سداد معجل يبقى ارفعه قصير الاجل. ادي نقطه. طب النقطه الثانيه، انا مش ناوي اعمل سداد معجل ولا حاجه. مش يعني مش الجزء اللي هيتسدد في السنه بيبقى كرنت. انا معاك الجزء اللي هيتسدد في السنه هيبقى كرنت. انا بقول لك بقى، انا دلوقتي كارد عمره 10 سنين، جيت في السنه الخامسه باقي لسه فيه 5 سنين عايز اسدده كله، فهاخده ادام في نيه وقدره. طب الحاجه الثانيه، لا انا مش ناوي اسدده، ده انا ماشيه وبقسط عادي، بس عملت مصيبه هتخلي صاحب القرض يجي يطلبه، اللي هي ايه؟ حاجه بنسميها الكوفيننت، اللي هي التعهدات او الشروط بتاعه القرض. لو الراجل لما سلفني اشترط عليا ان انا ما اعملش حاجه معينه وجيت خلال السنه عملتها، فيصبح من حقه انه يكول بقى القرض ده كولابل، قابل للاستدعاء. ف
فلازم اجي اخر السنه وانا بصنفه في الميزانيه احطه قرض قصير الاجل لانه بقى دلوقتي تحت الطلب، الا اذا الراجل قبل تاريخ الميزانيه قال لي خلاص يا هبه سماح انا اديكي فرصه المره دي. فلو انا عملت فايوليشن لاي كوفيننت لازم ارفعه قصير الاجل، الا اذا الكريديتور ويف ذير رايت تنازلوا عن حقهم يبقى خليه زي ما هو طويل الاجل. ماشي طيب يلا. ها الكرنت لايبيلتي زي ايه؟ زي الاكونت بيبل اللي هي حساب الموردين، والنوتس بيبل. الفرق ما بينها وما بين كلمه اكونت دايما الامضاء، كل ما هو اكونت بيبل او ريسيفابل دي بتبقى فواتير، لكن نوتس بيبل او نوتس ريسيفابل شيكات او كتحويلات او كمبيات او حتى عقد انت وقعت ادام بروميس وريتن، لكن الاكونت دايما اورال اتفاق شفوي كده. current maturity of long term debt اللي هو القسط القصير من القرض طويل. unearned revenue الايرادات المقدمه، تمام، ودي هنتكلم فيها كتير. قال لك زي الايرلاين تيكت. refundable deposit في ناس بتبقى حاطه حاجات زي تامين المناقصات فدول هيرجعوا تاني، فالفلوس دي بتبقى عندك انت بتحطها ايه liability عليك. accrued liability اي مستحقات متاخره بقى، مرتبات متاخره. برضه ممكن تكون بتتبوب كانها current liability وcurrent asset. وcurrent asset اه لو انت لو انت انت اللي حاطط، لكن ده حد ناس حاطه عندك. تظهر عندنا دي اخر. الاونرز ايكويتي احنا قلنا الباقي بقى كله. الاونرز ايكويتي بيتكون من ايه؟ الكابيتال اللي هو اسهم عاديه واسهم ممتازه وارباح محتجزه، والتريجري اسهم المين الخزينه ان الشركه تنزل تسحب اسهمها من البورصه. واحنا لما هنتكلم على الايكويتي هنتكلم على التعاملات بالانتري بتاعت اسهم الخزينه دي بالتفصيل. والاو سي اي الاذر كومبريهنسيف انكم اللي احنا اتكلمنا عليه الاربع حاجات شويه. طيب ادي بقى مين يا فندم؟ ادي اربع معلومات لازم تبقى عارفهم عن الاسهم بتاعتك. في حاجه اسمها اوثرايزد الاسهم المصرح بها، دي اللي انت رحت سجلت شركتك في البورصه وبلغت البورصه ان انت ان شاء الله ناوي تصدر 200,000 سهم. اصدرت فعلا يبقى اسمه ايشود. اصدرت 100 ولو اتسلمت بتاعك ده 100 بالظبط، ادام اصدرته يبقى المتداول في ايد الناس 100. لو سحبت من ال 100 اللي انا اصدرتهم دول 20 تريجري يبقى المتداول في ايد الناس 80. يبقى عشان كده الايشونس ممكن يبقى هو الاوتستاندنج، وممكن الايشونس يبقى غير الاوتستاندنج لو فيه جزء مسحوب تريجري. يعني هو التريجري ستوك انا بسحب من السوق مش بصدر لا بتسحب من السوق، بتسحب من ايد الناس من الملاك الحاليين عشان تقلل عدد الملاك. البنفيت والليميتيشن بقى كل شويه لازم البالانس شيت والانكم ستمنت نحفظ البنفيت والليميتيشن. اولا البنفيت ان انت ممكن تحسب منها الريت اوف ريتيرن معدل عائد على الاصول، فعايز اجمالي الاصول. ايفالويت كابيتال ستراكشر هيكل التمويل، معنى كلمه احنا عندنا كلمتين لازم نبقى عارفينهم، في حاجه اسمها فاينانشال ستراكشر وحاجه اسمها كابيتال ستراكشر. فاينانس يبقى كل مصادر التمويل كرنت لايبيليتي ولونج تيرم لايبيليتي واكويتي. كابيتال يبقى اللونج تيرم بس، لونج تيرم لايبيلتي بلس ايكويتي، يبقى نقول كابيتال ستراكشر هيكل راس المال يبقى اللونج تيرم لايبيلتي بلس ايكويتي. اسس ليكويديتي فاينانشال فلكسبيليتي اوف انتربرايز، انت بتقيم السيوله بتاعت الشركه اللي هو الكرنت اسيت والكرنت لايبيلتي، والفاينانشال فلكسبيليتي اللي هو حجم الديون في الشركه، فكل ده بيتقيم باستخدام البالانس شيت. الليميتيشن بقى مشكلتها انها ات سنجل بوينت اوف تايم فما بتديكش اي تغيير من اللي بيحصل، انها قايمه على الهيستوريكال كوست وده العيب الرئيسي في كل قوائمك الماليه. اوف بالانس شيت في حاجات كتير ما بتتثبتش في الميزانيه. هو انا مش بعمل ايفالويشن في الميزانيه تاني؟ ممنوع يا حبيبي تعمل ايفالويشن. ما كنتش معاك انت تقول الكلمه دي اكيد. مش احنا قلنا هنا بيسجلوا بالكروت الدفتريه او البوك البوك فاليو تمام؟ اللي بتعمل له ايفالويشن اللي بتعمل له حضرتك ايفالويشن هو الانفستمنت الاستثمارات بند من الميزانيه كلها. لا كلها تمام. وقال لك بقى قصه الاوف بالانس شيت على حسب نوع الاستثمارات. لو هي استثمارات قصيره الاجل الجين واللوز بتاعها هيروح انكم ستيتمنت. لو هي تريدنج لو هي افيلبل فور سيل تروح او سي ار.
ولو ماتور هيلثي تو ماتورتي ما بيتعمل لهاش ايفالويشن. طيب خلينا بقى في الحته دي في الاوف بالانس شيت الحاجات اللي بره الميزانيه. في بنوك حضرتك بتكتبها بره الميزانيه في الافصاحات لكن ما بتثبتش في الميزانيه. زي ايه؟ زي ان انت يبقى عندك اصل مأجره من الجير في صوره تاجير تشغيلي، فده ما بيتكتبش في الميزانيه بالرغم من ان الاصل ده مؤثر على ايراداتك وارباحك ومصاريفك وداخل معاك في حسبه الريتيند ايرنينج في النيت انكم اللي داخل الريتيند ايرنينج بالظبط ضمن مصاريف التشغيل وحقق ايرادات جت في الاصول يعني دخلت كارباح. انت مأجر اصلا ما دخلتهاش في البالانس شيت لكن هي دخلت في الانكم ستيتمنت. حلو. وبالتالي النت انكم اللي طالع لي من الانكم ستيتمنت ده كده كده اثر في البالانس شيت من وراح لتاني. ولما تيجي تحسب معدل عائد على الاصول هتقول صافي الربح مقسوم على عدد اقل من الاصول، فتبقى انت بتعظم شكلك قدام الناس. وده مش حقيقي. تمام. الديسكلوجر بقى الافصاحات الاجباريه. بصوا يا جماعه، هو المفروض انه في الديسكلوجر حضرتك تكتب كل اللي تعرفه، بس المعيار عامل مينيمم ديسكلوجر، حد ادنى من الافصاح على الاقل لازم يبقى موجود. ففي البالانس شيت عند حضرتك الانفستمنت تتكلم عنه والفيكسد اسيت تتكلم عنه، الماتيوريتي ايشو بتاعه البوند، كل قرض هيسدد امتى، وساعات بيشترط كمان ان انت تكتب لو في اقساط تكتب الخمس اقساط الجايين شكلهم ايه، significant uncertainty such as pending litigation، اي التزامات عليك محتمله. تمام. زي في اللي هي القضايا اللي مرفوعه ولسه ما اتحكمش فيها. ديتيل اوف كابيتال ستوك، عرف لي صادر كام سهم وعليك كام سهم وشاري كام سهم والليله دي. كونتينجنسي اللي هي الاحتمالات، الاحتمالات اللي هي فكره الضمانات، انا ممكن كشركه ادخل ضامن طرف ثالث لحد ثاني ما بين اثنين، فكل ده لازم يتكتب. اوكي. لا اصبر ده ايه؟ ده الكونكشن بتاعت الدنيا كلها على بعضها. انت عندك انكم ستيتمنت بتبقى نت بروفيت بيتقفل فين؟ في الايكويتي. تمام. وبعد كده عندك ايه تاني؟ البيجيننج والاندنج كاش هما اللي موجودين في الاسيتس. ان شاء الله هتشتغل. اصبروا بس. يا سلام، شفتوا النيت انكم قفل في ريتند ايرننج، والريتند ايرننج ده جوه الايكويتي، وعند حضرتك الاندنج كاش موجود فين؟ في الاسيتس. يبقى انت عرفت الكونكشن بتاعت القوائم ورا بعضها. حلو الكلام؟ كلام جميل. تعال نشوف بقى ايه شويه اسئله، مش عارفه هتشوفوها كده ولا لا. برايمري اوبجيكتيف اوف اكسترنال فاينانشال ريبورتنج از، الغرض الرئيسي من وجود قوائم ماليه عشان بي بروفايد انفورميشن، هي معموله عشان كده. نوتس تو فاينانشال ستيتمنت ار بينيفيشال ان ميتنج ديسكلوجر ريكويرمنت، ذا نوت شود نوت بي يوزد تو، لا يجب استخدامها في ايه؟ بالظبط، هي مش ممكن تستخدم في كوريكت الايه الايرورز. اه ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، هتتحسد. When classifying assets as current and non-current for reporting purpose، ايه اللي هيحصل؟ ما تقسمها current و non-current، ايه اللي هيحصل؟ ازاي؟ هاو هاو مين مش عايزين نقول؟ رمى بقى. هو انت بتحدد كارنت ونون كارنت على السيزوناليتي؟ ولا على؟ وان يير اور اوبريتنج سايكل ويتش از لونج، دي قاعدة وفقا للمعيار، ده تعريف. طيب أبرناثي مش عارفة إيه، corporation uses calendar year for financial and tax reporting purpose، has 100 مليون mortgage bond due on January 15 year 2، by January 10 year 2 أبرناثي intend to refinance this debt with new long term mortgage and has entered into financial agreement that clearly demonstrate its ability to consummate the refinance. This debt is to be a هيتعرض ازاي؟ انت عندك قرض بتقفل النهارده 31/12 وهيتسدد كمان 15 يوم، فجيت بعد 10 ايام
بقى عندك الانتنت والابيليتي ان انت هتعمل جدوله للكارد. هتعمله لونج لانه خلاص لانك معاك الاتفاق كلاسيفايد از لونج تيرم لايبيليتي. والكلمتين يا جماعه ما تنسوش انتنت وابيليتي. A statement of financial position intent to help investor and creditor. دي المزايا بتاعت الفاينانشال بوزيشن. انه يعمل ايه؟ ليه الريسورس الاصول والاوبليجيشن اللي هي الالتزامات. ماشي. Statement of financial position provide a basis for all the following except. هتساعدك في كل اللي جاي ما عدا. لانها ما بتطلعش بروفيتابيلتي، بروفيتابيلتي تبقى قايمة الدخل. حلو الكلام. ده كان بيسألنا في المحاسبة النظري، حاجة زبالة. The purchase of treasury stock is recorded on the statement of financial position as. التريجري ستوك اسهم الخزينه بتتكتب فين؟ في الايكويتي. بلس ولا ماينس؟ بلس. انا عملت ايه؟ انا اشتريت؟ لا انا اشتريت يبقى ماينس. انا قلت ايش ده؟ انا اشتريت يعني سحبت يبقى قللت حول الملكيه. ماشي. In multiple step income statement for retail company all the following are included in the operating section except. في الاوبريتنج ده الاوبريتنج النص اللي فوق داخل فيها كوكس ما بيقول لك except. الديفيدند. الديفيدند ريفينيو دي بتتكلم في الاذر جين اند لوس. When reporting extraordinary item اللي بتتكتب تحت بتتكتب ايه؟ extraordinary item لما بتتكتب في قائمة الدخل بتكتبها ازاي؟ هي ما فيهاش اي تاكس صح هي نيت اوف تاكس بس ايه ولا بي افضل؟ وسيبريتلي عن النيت انكم العادية هي صافيه من الضرايب وبتتكتب تحت النيت انكم العاديه يبقى ايه احسن هي بي صح بس ايه اشمل فيها جمله زياده which one of the following would be shown on the multiple step income statement but not in single step اللي يظهر في المالتيبل ما يظهرش في السنجل الاثنين هيظهروا لان السي الاكسترنا اوردينري بيتكتب تحت النيت انكم اصلا فهيظهر هنا وهنا لكن الفرق ما بين المالتيبل والسنجل ستيب هي الارباح اللي موجوده في النص فالسنجل ستيب ما فيهاش الارباح اللي موجوده في النص فما فيهاش الجراس طب ازاي مش هو انا قلت ريفينيو ماينس اكسبنس اداني نيت انكم فروم كونتينوس اوبريشن بلس او ماينس الديسكونتينيود اوبريشن بلس او ماينس الاكسترا اوردينري انما الثانيه قلنا ماينس كوست اوف جود سولد اداني جي بي بعد كده لكن المالتيبل ستيب سيلز ماينس كوكس اداني جروس بروفيت ماينس اس جي اند اي اداني اوبريتنج انكم وهكذا كومبرهنسيف انكم بيست ديفايند ايز تعريف الدخل الشامل الكومبرهنسيف انكم ده الربح بتاع الملاك صح المفروض ان انت بتقول ايه الاسيتس ماينس اللايبيلتي دي ايكويتي صح اللي بيغير حقوق الملكيه من سنه الى اخرى مش هو الارباح صح كده فقال لك يبقى ده اللي تشينج في النت اسيتس اللي هي الحقوق الملكيه من فتره الى اخرى انتوا فاهمين اسهل ازاي مش انا عندي الايكويتي الايكويتي دي هي الاصول ماينس الالتزامات فالاصول ماينس الالتزامات دي حقوق الملكيه طب ايه اللي هيغير حقوق الملكيه من سنه الى اخرى الارباح اللي بتحصل ما هي الاسهم ثابته والاديشن بيد ان كابيت ثابت والريتيند ايرنينج هي اللي عماله تزيد او يحصل لوس من سنه للتانيه
فالتغير من سنة إلى أخرى هو إجمالي الربح اللي بيتحط في حقوق الملكية. فيبقى الكومبرنسيف إنكم الدخل الشامل هو التغير في حقوق الملكية من سنة إلى أخرى. شلت كلمة بقى حقوق الملكية وحطيت بدلها كلمة نت أسس اللي هي الريزيدوال أو النت وورث. Financial statement that provide summary of operation for a period of time. ملخص التشغيل يبقى مين؟ مين اللي فيها نتائج الأعمال؟ Income statement. And appropriate of appropriation. آه ده تلقى خلاص. Appropriation اللي هي مخصصات الأرباح المحتجزة. المفروض الارباح المحتجزه بيبقى فيها مخصصات لازم اللي هي المخصص القانوني ومش عارف ايه. دي اتلغت في السي ام اي, اتلغت من السنه دي مش علينا بقى خالص. When treasury stock is accounted for at cost, the cost is reported on the balance sheet as. التريجري ستوك بتتكتب فين يا رحان؟ تريجري ستوك كتب فين؟ هو انا الاسيتس قلت وال تريجري ستوك اسهم خزينه بتحط فين؟ هو انت بتقرا طحان هتتحط فين اسهم الخزينه؟ انا اشتريت اسهم خزينه هتكتبها فين في قائمه الميزانيه؟ اكتب انا اشتريت فين اديشنال بيلين كابيتال يا ابني بتقلل الايكويتي يبقى تحط ولا انت مش لسه غلطان في السؤال من شويه؟ اه لو هي بتقلل ايكوتي هتحطها في الايكوتي ليه؟ بتبقى بالماينس بتحطها في الايكوتي بالماينس. مش احنا كنا من شويه السؤال ريدكشن اوف ايكوتي كده كده قللته قدامها كاش ممكن ما احطهاش خالص. لا مش بمزاجك. ليه بقى؟ طب والكاش اللي قللته ده هيظبط الدنيا ازاي؟ ما انت شلت الكاش وشلت الايكوتي. يا رب ريدكشن اوف ايكوتي قاعده طحان ارجوك احفظها. اه شبع statement of shareholder equity show a share reconciliation of the beginning. انت ما عامله السلايد صغيره قوي. هقول لك ليه صغيره؟ عشان ده مقصوص مش مكتوب, ده مقصوص. صوره هي بتعمل ايه؟ تبقى اهي بيجيننج واندنج والتغير في ايتم فريكونسيليشن تسويه او تبويب ما بين اول رصيد اول المده ورصيد اخر المده. كفايه بقى. وين بريبيرنج خلاص ستيتمنت خلاص هم فاضل اربع سلايد. اوف كاش فلو كمباني ار ريكوايرد تو ريبورت سيبريتلي از اوبريتنج كاش فلو اول ذا فولوينج اكسبت. مين يا دوب مين يا فندم في دول ما يدخلش اوبريتنج؟ ما يدخلش اوبريتنج البونز. انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ اللي هي الثانية ايوه رقم دي بس اهو خلاص الراجل ما حضرش اصلا الكاش فلو. الكاش فلو عشان نبقى متفقين الانترست واحنا مغمضين اوبريتنج. اي انترست تشوفها في اي حته اوبريتنج. ايوه احنا بتهيألي قلنا الديفيدند بيت ده بيبقى ديفيدند بيد مخصومه من الريتند ايرننج. والريتند ايرننج حقوق ملكيه وحقوق الملكيه بتدخل فاينانسنج. هي دي كانت فيها جاب وايفرز؟ لا طيب all of the following should be classified under operating section except اللي ما يدخلش operating section. اللي ما يدخلش operating section بصوا عشان نبقى متفقين كل قائمه الدخل اوبريتنج الكرنت اسيت والكرنت لايبيليتي اوبريتنج. تعالى بقى كل ما هو تحت الكرنت اسيت انفستمنت كل ما هو تحت الكرنت لايبيليتي فاينانسنج. دي لان دي كرنت اسيت وبعدين كرنت لايبيليتي وبعدين بريبيد كرنت اسيت ثاني ودي نون كاش ترانزاكشن معامله غير نقديه. ايه قول. طب ماشي اوكي يلا يا فندم. The transaction should be classified في هو بيقول لي company acquire land by assuming mortgage. اشترت ارض برهن non financing transaction.
مفيش نون كاش ترانزاكشن. اشتريت ارض كتبت لك قدامها فواتير مفيش كاش دخلت ولا طلعت، فانا في الكاش فلو بدور على الفلوس اللي داخله واللي خارجه، يبقى ده نون كاش. ايه انفستنج بس نون كاش فاينانسنج، يعني نون كاش فاينانسنج وانفستنج. وانفستنج صح، انا اشتريت اصلا. All of the following should be classified as investing except. كل ده invest ما عدا. Invest أي حاجة تحت الـ current asset. دي بعينك، بعينك تطلع على طول. ها؟ أول واحد. لا. B. لا. لا C. Lenders. معنى قلنا أي interest. برافو عليك. Interest تبقى operation. يبقى ما تدخلش investment. مش الانترست واحنا مجمدين اوبريشن، فما تقعدش تفسر بقى، انت لقيت انترست خلاص خدها وامشي. To calculate cash flow using indirect method, which one of the following item must be added back to net income؟ بالظبط، net income plus depreciation. برافو عليك. اهم مثال في الموضوع، اهم مثال في الموضوع. يلا يا طحان عشان تحل ده، يلا طحان عشان نروح. طيب زيب كمباني entered into the following transaction during the year. Purchase stock، هو اشترى اسهم فمش بتاعته، لانه لو اسهمه كان قال لي تريجري، فكده اشترى استثمار ب 200,000. وبرشيز الكترونيك اكويبمنت فور يوز اون فلور ب 300، وبيت ديفيدنت ب 800. يبقى الكاش فلو انفستمنت بتاعته بكام؟ الاكويبمنت والاسهم، واشترى اسهم في صوره استثمارات واشترى الات. ما احنا قلنا كل اللي تحت الكرنت اسيت، كل اللي تحتها انفستمنت، يبقى 200 و300 500. ايه هو بكره انا ايه بقى؟